كراس النشاطات في الرياضيات السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. نبدأ أولا بتوضيح فكرة. هذا الكراس هو تابع لكراس آخر، دفتر الأنشطة الرياضيات السنة الثانية، وهذا تابع لهذا الدفتر. هذه سلسلة كتب مع بعضها البعض. إذا أردت أن تصبح بطلا في الرياضيات فما عليك إلا أن ترجع إلى هذا الكتاب وتفهمه كله، وترجع إلى هذا الكتاب وتنجز جميع تمارينه. هكذا تكون عندك قاعدة في الرياضيات سليمة. هذه كتب تخدم بعضها. كتاب السنة الأولى يخدم كتاب السنة الثانية، وكتاب السنة الثانية يخدم كتاب السنة الثالثة. هي سلسلة مع بعضها البعض. نقرأ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، كراس النشاطات في الرياضيات. هذه عملية ناقص بين عددين، عملية زائد بين عددين، وهذه عملية ناقص كذلك. هذه أفقية وهذه عمودية، وهذه فتاة تحمل مسطرة، وهذه عملية جمع. السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، وهذا رمز المطبعة. مكتوب هنا ثلاثة وحرف بالفرنسية، معناه تغوازيام آني بخيمار، تغوازيام آني خيمار. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، السنة الثالثة، كراس النشاطات في الرياضيات، السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. هؤلاء الناس الذين ألفوا هذا الكتاب، وهذا رمز المطبعة، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. هذا الفريق التقني الذي صنع هذا الكتاب بهذه الهيئة، الصور والرسومات وما إلى ذلك، وهذه المطبعة التي طبعت الكتاب، وهذا رقم الكتاب. كلمة المؤلفين، نقرأ: عزيزي التلميذ، هذا دفتر أنشطة الرياضيات المرافق لكتابك. معناه ماذا هذا الكلام؟ معناه عندك هذا الكتاب يرافق هذا الكتاب، هذا الكتاب يرافق هذا الكتاب، هذا الكتاب رفيق هذا الكتاب، هذا كتاب الدروس وهذا كتاب التمارين. يعطيك فرصا جديدة لتطبيق ما تعلمته. ما معناه ما تعلمته؟ تتعلم الدروس هنا وتنجز التمارين هنا. عندما تكبر وتذهب إلى الجامعة سيكون هناك أستاذ يدرسك الدروس فقط، وأستاذ يحل معك التمارين فقط. إذن هذا لتطبيق ما تعلمته في وضعيات وتمارين ذات سياقات متنوعة في ميادين الرياضيات: الأعداد والحساب، الفضاء والهندسة، المقادير والقياس، وتنظيم معطيات. يشتمل هذا الدفتر على 75 بطاقة مرتبطة ببطاقات تحمل نفس العنوان في كتاب الرياضيات، وتتكون كل بطاقة من محطتين هما أتمرن
وتتضمن تمارين ووضعيات تتعلق بالدرس، وأبحاث وتتضمن وضعيات ذات دلالة قريبة من الواقع تتيح لك فرصا للبحث وتجنيد الموارد. نتحقق من هذا الكلام. البطاقة الأولى، الثانية إلى آخر بطاقة، البطاقة رقم 75 هي آخر بطاقة. فعلا هناك 75 بطاقة تحمل نفس العنوان. نذهب إلى كتاب الرياضيات، هناك بطاقات، نختار عشوائيا بطاقة. مثلا البطاقة رقم 21 ما هو عنوانها؟ منتصف قطعة مستقيم. نبحث عن البطاقة 21، كذلك منتصف قطعة مستقيم، إذن كلامهم صحيح. أتمرن وأبحث، فعلا في كل بطاقة أتمرن أبحث، كل بطاقات أتمرن أبحث، أتمرن أبحث، لاحظ أتمرن ولاحظ أبحث، هذا المقصود. وهذا الفهرس الدروس التي ستدرسها، ستعرف هذا الفهرس في أوانه. كل درس نتكلم عن الفهرس الخاص به، هذا هو الفهرس، الفهرس الأعداد الجمع تمثيلات بيانية ومخططات. هذه دروس سنتكلم بالتفصيل في كل درس، لكل مقام مقال. بالنسبة للصفحات، الصفحة 0 1 2 3 4 5 وهذه الصفحة 6. إذا تكلمنا من الصفحة 0 إلى الصفحة 5،